المغرب عنده واحد الشبكه ديال المنتزهات الوطنيه اللي كتشكل من 10 ديال المنتزهات، واخر منتزه اللي تخلق هو المنتزه الوطني لخنيفرة. تخلق سنه 2008. الهدف ديالو هو حمايه منظومه شجره الارز، وايضا لحمايه التنوع البيولوجي اللي كيمتاز به، بحيث هناك ما يزيد عن 900 نوع نباتي، 40 نوع من التيديات، 210 من نوع من الطيور، وايضا عدد كبير من الزواحف والحشرات، بالاضافه الى وجود عده بحيرات واحواض مائيه مهمه ليس فقط لخنيفر ولكن للمغاربه، بحيث ان يكفي انه نقول بان ام ربيع كيشربوا منها 10 مليون ديال المغاربه. هذا كيحفزنا اننا نحافظوا على هاد الغابات باش بالتالي نحافظوا على المياه. ولتسيير هذا المنتزه درنا واحد مخطط التهيئه 2020-2030 اللي فيه 4 ديال المحاور. المحور الاول هو المحافظه على التنوع البيولوجي اللي هضرنا عليه قبل، وايضا حمايه المناطق الرطبه. المحور الثالث وهو التنميه السياحه البيئيه والمهن الخضراء. والمحور الثالث والمحور الرابع هو التوعيه والتحسيس البيئي خاصه الناشئه، خاصه الاطفال، بحيث كنستقبلوا واحد العدد كبير ديال الاطفال اللي كيستافدوا من التربيه البيئيه، من حين اهميه الاشجار، المخاطر المهدده للتنوع البيولوجي، الاخطار المهدده على النباتات، الاخطار باش نحافظوا على الماء، حيت الماء عمله نادره دابا. دونك وهذه المناسبه هذه كانت باش توقع اتفاقيه باش نشاركوا السكان في جميع ما نقوم به من انشطه اقتصاديه. درنا واحد الاتفاقيه مع تنظيم غابوي محلي خاص بمنطقه بجامعه الترابيه لاجلما مازكزا، اللي كتشكل من الجمعيات والتعاونيات العامله في جميع القطاعات المرتبطه بالغابه وبالمناطق الرطبه. 84 مليون درهم اللي كتشمل هاد المنطقه ديال اجلما مازكزا، منها 23 مليون درهم ديجا راه كاينه تخدمات، ولكن الاخرين مازال ما تنقلبوا على لي سورس فينونسمون. بالنسبة للمياه والغابات دخلت ب 20 مليون درهم، والNDH ب 2 مليون درهم، والجهة ب 23.5 مليون درهم. حنا كنديروا دي روندوني سوا بأبي ولا أبيسيكليت بالنسبة للأثمنة في المتناول، وعندنا دي سيركوي كنديروا دي سيركوي سوا من أي بلاصة كنعرضوا حنا دي سيركوي على الناس اللي بغاو يديروا هاد دي روندوني سواء ابي سواء بيسكليت كما قلنا.